يا رب. اهم شيء شوف رقمنا كم، شوف كم وصل. جربوا بعدين، قول بعدين اجربوا. اصبر اصبر خليني بس اصبر. لا اضبط الشتقن بما اني يا عمري أغني أغني. Capture objectives and kill your enemies. Anna, Mingal. يقولون إيش والله هذا؟ شو يقولون؟ إيه؟
날. 네, 민간. لا خل لا تذبحني. اكلم خوينا ذاك دحين جاء ضدنا. ابو سكن ابيض اللي اول كان معنا يلعب اللي قابلناه اول في الجيم الاول. تعال تعال ذبح الدجاجة دي. تعال من هو؟ يا خوي لا تذبحني قلت لك بالغلط ما تذبحك. فنشتم. يقول لي اوكي اوكي. يبغى يفنشني ذبحه مسكي. والله عسل عسل الولد. أبغى أروح لحد اللي يجي. ورحنا. ما ادري شكله طلع ولا موجود. ثاني ثاني دور اللي سكن ابيض. ايه يا ابوي قاعد اموت نفسي عشان احصله. عيل لا يفلشني. عيل لا يفلشني ما ارضي. بياخذها في جداره قصده. والله قتل مكوى له. عيل لا يفنشني. ها عيل لا يفنشني. والله انه محترم بضيفه بعد هذي. حبيته بس انا العب معه كل يوم. يا شبايك دبحت مسكين. فنشون قال لك. هو معليش والله غلط. بيفنشني قال لك في جدار. ها تعال كلهم حاقدين علي. يا ليش صار
اصبر. انا والله راحت الموتى خلاص، ما حسيت اني برد الحق كذا قرد. عصر خير عصر خير يا اخوي، بضيفك عادي. تم تم، خذ راحتك. انا ايش سويت؟ شكلي بلغت عليه بدل ما اضيفه. ها؟ الو فريند. ضحكني يا ولد، قال كلمة فلاش علي وجاي علي جري. خلاص روح نام روح نام. فاغس لا بطفي اصلا. وقت ما تحب. دوخة دوخة انا. هذه على زبي طبعا. اكيد اكيد على زبي. على زبدة اكيد عشان تركب عليه. ارسل لي شو اسمه هذا، دخل علينا. اي والله. ما يسمعنا. كيف حالك؟ والله بخير نحمد الله. رايكم جيم برايفت كل ما نخش؟ فارس فيك حال ولا بترقد؟ خلاص الله يستر عليك. والله خوي انت جيت على خلاص على نهاية هذا، لكن ان شاء الله مغربيات كذا بعد العشاء. انا برقد يا دي، عندي شغل شويات. لا خذ راحتكم اللي يبي. انت عسل والله، ما ضفت اكلمك عسل، ودي العب معك بس انه انا يوميا اتفرج وعندي تيم، يعني بدخلك معي بالتيم. كيف سألت لك الكلام؟ اشوف شوف هذا كلان زحف ذولي كلهم هكرجي. لو اخونا العهد بيني وبينهم بيزغبوني زغب. لازم نعرف ايش نسوي. انا بحاول، انا بحاول. شوف انا رجال صوت دحين راح اعلمهم. لا ما صدقني بيعجبك التيم اللي انا. ان شاء الله ان شاء الله. ترى تيم خلاص. اقدر اغير التيم كل شوي صح؟ ايه عادي. احنا سي مره مع دول ومره مع دول. ايه معاهم خليك معانا، لا انت قاعد نسوي. والله شو اسوي، بيزغبوني يا ولد. لا ما عليك، خلها تحت الطاوله. خلاص تم. والله شو يسجل الكلب، والله يصور، والله يا خوي يصور علي ترى. ساتر يا ابو وجهك. هذا النقال علوم اللي يقولون عنه.